زي بعض يعني. نكمل نكمل الموصلة النهاردة ماشي، هنشرح الموصلة بطل لعبة التليفون ماشي. احنا شرحنا اخر حاجة كانت التليفون صح؟ قلنا ايه في التليفون؟ قلنا هو التليفون ده عبارة عن ايه؟ تليفون مكتبة. الحمد لله. ايه هي المكتبة دي؟ خصائص بتاعتها ايه؟ تقفل التليفون. بس اللي صح؟ طب بس اللاي دي هي متحركة ولا مش متحركة؟ متحركة؟ طيب بتخمر اللاكتوز ولا لأ؟ ما بتخمرش اللاكتوز صح كده؟ طب وقلنا إن من أعراض التيفود، من أعراض التيفود بتاعنا اللي هو بيعمل إيه؟ جسمانية. إيه كمان؟ الفود بيعمل ايه؟ مغص. ايه كمان؟ سخونية ومغص. ايه كمان؟ سهل ولا يمسك؟ ويمسك؟ وبيعمل ايه كمان؟ هو انا اللي برجع اتكلمنا لنفسي ولا ايه؟ ويخلي مفيش نفس ده اللي هو احساس بالتوفيق. يبقى اعراض التيفود اعراض الوقت الحمل. وقلنا لما يجي لنا راجل يقول لنا عاوز اعمل تحليل حمل هنقول له ايه؟ مش هنقوله دم ولا ابوه ولا يعني احنا النهارده عندنا حاجه شبيهه. مش احنا قلنا لما بيجي يعمل في سرطان في البروستاتا تمام؟ مش احنا قلنا دلوقتي بقى ايه عندنا الفيديو ده طبعا المفروض اللي احنا عندنا حاجه كمان بتعمل سخونيه وبتعمل تكسير في العظم وبتعمل عقم عند الرجاله وبتعمل اجهاض عند الواحدة الست ماشي؟ سيب التليفون وبتعمل اجهاض عند الايه؟ عند الواحدة الست وبتعمل حاجة بايخة قوي. الناس اللي جالها بوصلة على حاجة بتعمل ايه؟ يعني جالك العرض اللي هو أهم عرض فيها كان هو ايه؟ خفيفة يعني كانت عندي تقيلة لما جالي بتعمل حاجة اسمها الحمى المتذبذبة. يعني ايه الحمى المتذبذبة؟ هيجي واحد هيقول لك انا عندي سخونيه. هتقول له دلوقتي السخونيه اللي عندك دي على طول ولا بتروح وتيجي؟ ماشي؟ طيب هيقول لك على طول يبقى مش بوصل. يبقى مش ايه؟ طب هيقول لك بتروح وتيجي وممكن مثلا تيجي بالليل وتروح الصبح او تيجي الصبح وتروح بالليل. ده اهم حاجه في البوصل. ده اهم حاجه في ايه؟ في البوصل. السخونيه بتيجي وتروح عشان كده سموها الحمى الملطيه. أو الحمى المتذبذبة ماشي؟ أو البوزيلا بتيجي من إيه بقى؟ إيه اللي بيجيب البوزيلا؟ تعامل مع المواشي. تعامل مع المواشي. شرب اللبن. يبقى مين أكتر ناس بيتصابوا بيها؟ الحلو. ومين كمان؟ هو الدكاترة البيطري اللي هما البيطريين صح كده؟ طب وإحنا بنتصاب منها إزاي؟ شرب اللبن. شرب اللبن. والجبنه القريش، هي الجبنه القريش اهم حاجه عشان تبقى عارفين. طب هو اللبن مغلي ولا مش مغلي؟ مش مغلي. يعني يجي عندك رايحين كده انتوا عارفين طبعا اللي احنا عندنا في الريف تلاقي الولا ايه؟ ماشي عطشان فمش لاقي ميه يجي نازل تحت الجاموسه تك 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 جاي اللبن من الجاموسه واخده من المصدر للايه؟ من غير ما يفلتر ولا يعمل اي حاجه. انت بتعمل كده؟ لا يا عم. امال بتشاور عليه ليه؟ تلاقي ان بيشرب من قلب الجاموسه ذات نفسها، هو ده صح ولا غلط؟ صح. طب صح ليه؟ هجيلك دلوقتي صح ليه؟ هي الجاموسه نظيفه صح؟ يعني ممكن تكون الجاموسه متصابه بال ممكن الجاموسه يكون عندها بوسله اصلا. الجاموسه ذات نفسها يكون عندها بوسله فغلط لازم ناخدوه ونغلوه. الناس اللي بتيجي تعمل الجبنه القريش بيعملوها في قوالب والحاجات دي لو مش مطهيه يعني مش مطبوخه كويس جبنه القريش اللي هي جبنه الفلاح لو مش مطبوخه كويس هجيب لنا بوسله تمام؟ حاجة مصيبة يعني البوسيلا دي. طيب نقرا هما كاتبين ايه عشان انا ما اعرفش. بيقول لك الخصائص العامة للبوسيلا هنا عصايات سلبة الجرم. كمان حاجة واخد منها اسحب منها التليفون. عصايات سلبة الجرم واحنا اتفقنا ان البصلاي علاجها اصعب من الفكار. واتفقنا كمان ان النيجاتيف علاجه اصعب من البوسيلا يبقى البوسيلا علاجها سهل ولا صعب؟ كام يوم؟ 45. بسم الله ما شاء الله انتوا كلكم جالكم بوسيلا ولا ايه؟ 45 يوم وهنعرف بعد كده قال ليه ماشي.
قصيره او صغيره صغنن، وبيقول لك ممكن تبقى مدرب ماشي ومش متحرك، ان هي ثابته في مكانها ماشي. بيقول لك توجد يعني تبقى موجوده لوحدها او على شكل سلاسل او على شكل ازواج والحاجات دي، وليس لها كبسوله. ليس لها ايه؟ ايه بقى الكبسول ده؟ شرحنا كتير. اللي هو الكبسول اللي هو الغشاء اللي بيبقى اعلى من بره ده. الغشاء احنا اتفقنا قبل كده وهنعيدها تاني معلش. لا 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 استنى بس عشان الموضوع كده ايه بقى بدا يخرج من هنا. فيديو عجيب. اتفضلوا معانا يا جماعه. احنا اتفقنا ان احنا عندنا حاجه اسمها كبسول وحاجه اسمها جرثومه. احنا لا يعني انا بقالي فتره بدخل على النت كده بدخل الاقي جرثومة التيفود، جرثومة التيفود، جرثومة التيفود، جرثومة، صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ تيفود جرثومة ولا مش جرثومة؟ مش جرثومة. ليه؟ هو بكتيريا. بكتيريا. بس هو ايه الفرق بين الجرثومة واللي مش جرثومة؟ الفرق بين الجرثومة واحنا مش شرحناها قبل كده في الفيلم. احنا قلنا لما بيجي اي ظروف ابنورمال للبكتيريا بتعمل ايه؟ سبور البذور. انتوا لحد ده فيكم درس مايكرو؟ خدتوها. البكتيريا بتدخل في ظروف غير مناسبه فبتعمل كبسولات حواليها اللي هي اسمها سبور البذور، وبعد كده لما المناخ بيتحسن بتتفتح وتعمل بكتيريا. البكتيريا دي السبور اللي حواليها، معلش نعمل بوز نكمل. طيب قلنا ان البكتيريا لما بيبقى وقت مش مناسب ايه اللي بيحصل؟ بدرجة الحرارة الجو، يعني مثلا في بكتيريا بتعيش في درجة حرارة 40 مثلا، طب لو درجة الحرارة 10 هتموت. تيجي عاملة غشاء حواليها بيدي درجة الحرارة دي. الغشاء بقى لو بتيجي معانا الغشاء اللي جوه ده، كل ده موجود على جوه. الغشاء اللي جوه ده بيبقى فيه ايه؟ بيبقى فيه جواه المحتوى بتاعه ايه؟ أكيد عارفين تركيب البكتيريا، سيتوبلازم، ميتوكوندريا، ميكروب، إيه؟ جهاز الطاقة ده اسمه إيه؟ لا لا حاجات كتير كده، التكوين بتاع البكتيريا، بياخد شوية من السيتوبلازم على شوية من الدي إن إيه على شوية من إيه، ويعمل الكبسول دوت لحد ما المناخ يتعدل وبعدين يطلع يكون البكتيريا بعد كده. اللي هو بقى التكاثر بتاعهم سواء بالفسام أو الحاجات اللي هم اللي أنتوا درسناها دي. طيب الفطريات بتعمل ايه؟ بتعمل كبسول وسبور تمام؟ طيب هي الكبسول دي بيبقى فيها ايه؟ بيبقى فيها السيتوبلازم وفيها الميتوكوندريا وفيها الدي ان ايه وفيها الحاجات دي كلها. طب هو ايه الفرق؟ ان الكبسول في البكتيريا ما بيدخلش في العمليه الجنسيه، يعني ما بيدخلش في الانقسام او التكاثر بتاع البكتيريا، فكده اصبح اسمه ايه؟ كبسول. ما اسموش جرثومة، عشان كده التيفود ما بيدخلش فيها وبيحافظ عليه بس. لكن في الفطريات بيدخل الكبسول ده، بيدخل في العمليه الجنسيه والتكاثر لما بتتكاثر بالانقسام الميتوزي والتبرع والحاجات دي بتدخل فيه، اصبح اسمها. يبقى التيفود ينفع نقول عليه جرثومة؟ ليه؟ لان الكبسول ده ما بيدخلش في العمليه الجنسيه. طيب الفطريات نقول عليها جرثومة. طيب البروسيلا ملهاش خالص بقى ماشي؟ ملهاش كبسول، هو كبسولنا ملهاش كبسول عادي، يعني ما في حاجات كتير ملهاش كبسول، بس مش معنى كده ان علاجها سهل، صعبه جدا ماشي؟ طيب انواع البروسيلا بتاعتنا ايه؟ يعني احنا مثلا هيجي يقول لك كل لبن بيجيب بروسيلا؟ لا اللي فيه بكتيريا. لا مش اللي فيه بكتيريا برضه. يعني انا دلوقتي شربت لبن حمار. شربت لبن ايه؟ حمار. هيجيب لي بوزيلا؟ لا. هيجيب لك حاجة تانية ولا بوزيلا؟ هو هيجيب لي حاجة تانية. أنا بقول سيب يعني. أنا مش عايز أشرب لبن حمار. طب شربت لبن بقرة؟ عادي جدا. ما هو المواشي كلها ولا ماشي؟ لا مش المواشي كلها، أنا الحمام المواشي؟ ما اعرفش، ما اقدرش افيدك في الموضوع ده. بصوا قال لك عندنا حاجه اسمها بروسيلا سيرس وبروسيلا ابورتس ومليتسينس.
ماشي؟ لكن السيلز دي بتيجي من الخنازير. ودي قليله عندنا في مصر. ماشي عشان احنا مش كتير بياكلوا عندنا الخنازير، لكن في اوروبا هتلاقيها منتشره جدا. لان هو كله اعتمادهم على اكل ايه؟ لحوم الخنازير. طب الابورتس بتبقى في البطن. اللي احنا من ايه؟ عندنا كتير بقى البقر ده. ماشي؟ طب وال ميليتسنز دي بتبقى في المعيز. دول الثلاث انواع بتبقى ايه؟ البروسيلا بتبقى في المعيز، يبقى معيز بقر خنازير. طب احنا لما نبقى شغالين في المعمل، الناس اللي اشتغلت في المعمل هيلاقوهم شغالين ابورتس وميليتسنز، مفيش سيلز. صح؟ ما شفتهاش بقى؟ ما بناكلوش خنازير. هو الخنزير حاجه مش كويسه بس بيعمل امراض كتير، احنا ما بناكلوش. نادر بقى، ممكن مثلا يعني على ما اظن باين الجيزه بياكلوه هناك، في اماكن معينه بياكلوها فيها. خلاص هم ممكن يبقى عندهم الحاجات دي. عارفين لما جوركو في 2006 جه قال لك انفلونزا الطيور؟ تعرف الموضوع ده؟ اللي هو H1N1 ده الخنازير. ده H1N1 ده الخنازير، H1N5 ده الطيور. كانت ايه المشكله في الموضوع ده؟ حتى كان في مشكله حصلت في الجيزه في الفتره دي. ايه بقى المشكله؟ اللي انت عندك الخنزير ده مناسب جدا تكوينه زي تكوين الانسان. ماشي؟ الجسم بتاعه زي جسم الانسان بالظبط. مش اللي هو كده زينا يعني، لا التكوين بتاع الخلايا والحاجات دي. فالفيروس ما بينقلش من الطيور. يعني انا عندي فرخه عندها انفلونزا طيور. كان في ناس مجانين كده يعني، هم يعني غلبانين مش مجانين. جد قال لك احنا الطيور اللي هيبقى عنده طيور هناخدوها وهنعمل وهنخلي ومحط. عارفين في كافي ذاتهم بتمشي زي كده، وزه ماشيه ودي كوبي معدي من جنبك وبطه. في الصعيد انا وانا في الصعيد لما كنت في سوهاج ناس كتير يعني سايبه تومي والهوم غالي مش غالي وبط ووز وحاجات الشارع، والناس كانت تشوف الفرخه تطلع تجري منه. ايه يا عم في ايه؟ يقول لك عشان فيها فيروس. طب هو احنا لما بنيجي نغلي درجه غليان الميه كام؟ طب الميه دي مش بتقدر اي فيروس؟ طب هي فين الفرخه ان شاء الله؟ يعني فين الاثاره؟ طب هي الفرخه لو عطست في وش الواحد وهي عندها الفيروس هيوصل؟ ليه؟ لان الفيروس في الطيور غير الفيروس في الانسان. لازم يدخل يتعمل له تحور عشان يتكيف مع مين؟ مين اللي بيعمل التحور ده؟ الخنزير. تمام؟ مين اللي بيعمل التحور ده؟ فجه هنا قال لك اي مكان فيه خنازير هو ده اللي هيبقى فيه مشكله، لكن احنا طبعا عملوا ايه بقى؟ نزلوا لموا الطيور كلها من الناس تك تك وبعدين دبحوها على النار وبعدين بقى هنا كان كل ده ايه وناس ماتت من كان في ناس اتصابت ايوه مين اللي اتصاب؟ في ناس اتصابت. انا اشتغلت سنه كامله مساحات انفلونزا خنازير والله جدا وطيور ما عندناش اصابات في مصر. امال انت حتى كانت بتيجي على النشره انت بتتفرج على التلفزيون المصري؟ تسلم العيادة. الحياه دي الناس ماتت. لا اسكت يا تودينا في مصيبه. أو في تصوير؟ لا هو على مستوى العالم سنة على ما أظن سنة 1918 أو حاجة كده حصل دمار لنص سكان الكرة الأرضية. اليوم ده كان في أوروبا ما كانش عندنا. نص سكان الكرة الأرضية في أسبانيا والصين وما أعرفش إيه. وكان في بسبب الموضوع ده اللي هو الفيروس اتحور فعلا وصاب ده. لكن اللي حصل عندنا ما تقولهاش. هاتوا لي واحد مات بانفلونزا خنازير. او انفلونزا طيور مفيش. عندنا من البلد عندنا ما فيش. مفيش هم خدوا الفراخ ودعوا علينا. هم خدوا الفراخ ودعوا علينا وبرضه هم بيحافظوا علينا. في ناس بتتفرج على الفيديو ده. نركز. هم بيكتشفوه ازاي؟ اللي هو ايه؟ يعني بيجي نفس اعراض البرد. ماشي وبعدين بيبدا بسخونيه كبيره جدا فبيجي يروح الكميات الحجز بنبدا ناخده منه مسحه من الحلق وبنحطها في ميديا معينه. الميديا دي بتتحط كده يعني ناخده المسحه وبعدين نحطها في قلب الميديا وبعدين بنبعتها للمعامل المركزيه بيشتغلوا عليها. احنا ما كناش بنشتغلها فعليا يعني. تمام؟ طيب نرجع لموضوعنا بقى احنا اللي دخلنا في الخنزير. فقلنا عندنا الخنزير يا اما المعيز. عارفين في اللبن المعيز والجبنه المعيزي والحاجات دي كلها؟ يا البقر. لا معيز البقر. طب والجواميس؟
ايوه تندرج برضو تحت البقر. ما ذكرهاش يعني يعتبر هي زي البقر. ها عمود من زي البقر؟ الجاموس ده البقر؟ لا الصبع لا. هو ايه الفرق بين الجاموس اللبن الجاموسي واللبن البقري؟ احنا على بص ايه السبب بين اللبن الجاموسي واللبن البقري؟ الفرق ايه الفرق بين اه انت ده عيب عليك ده انتوا الاساس بقى في الحاجات دي. طب هو ليه دوت اصفر وده ابيض؟ اللبن ابيض والدواء ده لا ده اسمه بسم الله ما شاء الله بس اللي عامله شغل. بس في حاجه كل البكتيريا بتموت ولا ايه؟ ان في بكتيريا بتبقى بتعيش في يعني العكس يعني في بكتيريا وسطها بتعيش في درجه حراره عاليه في بكتيريا درجه حراره منخفضه ماشي بس الانفلونزا اللي هي النزله دي بتموت بالغلاية كل انواع البكتيريا بتموت البكتيريا اللي في اللبن اللي في اللبن؟ ما هو عشان كده عملوا فيها البسترة اللي هو اللبن اللي